السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم عندنا فيديو على ريجوليتر الكوميتا لينكس الفي 10. طبعا كوميتا لينكس الفي 10 نزل منه أكثر من إصدار، بشكل عام نزل ال 200 بار، ونزل الأخير اللي هو طبعا 200 بار اللي هي الأسطوانة أو الخزان للألمونيوم، ونزل ال 300 بار اللي هو الكربون فايبر. وطبعا في الكربون فايبر نزل المؤشر اللي بدايته 150 بار، ونزل المؤشر الاخير اللي هو 110 بار، وفي الالومنيوم نزل ال 100 ونزل ال 110 بار. الاختلاف في حاجتين، في الوشر سبرينج وفي تأمينة الخزان او تأمينة الضغط العالي، واحدة للخزان وواحدة للريجوليتر. يعني لو الريجوليتر فات حد معين، لو وصل للريجوليتر ل 200 بار، واحدة من التأمينات اللي هي خاصة بالريجوليتر تنفجر وتطلع لهواء، والتأمينة الثانية خاصة بالخزان، لو فات الحد المطلوب 200 وحاجة حتطربق معي ويصير معي نفس الموضوع اللي هي تطلعة الهواء. وهذه كتأمينة للخزان أو تأمينة للبندقية أو تأمينة للشخص اللي يستخدم في البندقية من الانفجار والكلام اللي متعارف عليه في زيادة الضغط. الفيديو هذا حنتكلم على مجموع الضغوط، كيف نعدل الوشر سبرينج اني نحصل على ضغط 80 الى 90 او 90 الى 100 وال 110 وال 130 بار. طبعا في حاجة، الموديلات اللي نزلت في الاصدار القديم اللي هو نزل الوشر سبرينج الكروم، هذا نزل منه نوعين، نزل الاصدار اللي هو الوشر العادي، ونزل الوشر الثاني اللي فيه دائرة ثانية في بروز في الوسط في الحد نتاع الدائرة. هذا نوع وهذا كنوع، والترتيبات نتاع الوشر سبرينج تفرق معاك من هذا لهذاك، كل واحد فيهم ووضعه يختلف على الثاني. ونزل الوشر سبرينج الأسود اللي متعارف عليه واللي معروف في الموديلات اللي هي في الموديلات الأخيرة من الألمونيوم اللي هو من 200 بار، وفي الاصدارات نتاع 300 بار حتى هي الواشر سبرينج الاسود. طبعا كل واحد الترتيب هنا حيعطيني ضغط، لو درت نفس الترتيب في الريجوليتر الثاني احتمال كبير انه حيغير معي الضغط والعكس. طبعا عندي بنبدا في الترتيب نتاع الواشر سبرينج، هنا مجهز مجموعه هي طبعا هنا قراءات نتاعي انا واخذها على حسب الترتيب، ففيه يلي حيدير نفس الترتيب وحتزيد معاك 5% او تنقص معاك 5%، يعني فيه حيكون فيه فروقات، ماهيش فروقات كبيره لكن بشكل تقريبي، لانه معروف بالنسبه للريجوليتر بتاع الواشر سبرينج لو اختلف الضغط بتاع السبرينج مع مده الاستعمال الترتيب اللي بنحطه هنا حيتغير. يعني هذه لما تكون الواشر سبرينج لما هي جديده عندها ضغط وعندها قوه معينه، مع كثره الاستعمال تضعف. لو غيرت انا الترتيب، مش معناتها هذه مثلا نجي نقول مثلا قعدت 110 بار، لو اعطيت الترتيب هذا حتعطيني 110 بار بالضبط، مرات تزيد معاي ومرات تنقص، يعني على عمر الواشر سبرينج. في عندنا ال 110 بار ترتيب نتاعها كل اثنين عكس بعض، طبعا هم 14 وشر كل اثنين عكس بعض. في الترتيب نتاع ال 90 بار حيكون معاي اثنين، بعدين المجموعة الثانية حتكون ثلاثة، بعدين المجموعة الثالثة حتكون ثلاثة، بعدين المجموعة الرابعة اثنين، والخامسة اثنين، والسادسة اثنين. 80 بار حيكونوا معاي المجموعة الأولى زوز وشر، المجموعة الثانية ثلاثة، المجموعة الثالثة ثلاثة، المجموعة الرابعة ثلاثة، المجموعة الخامسة اثنين، والمجموعة السادسة حتكون وشر واحد. 100 بار اللي هي اثنين ثلاثة اثنين 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 واحد. 130 بار هنا الاختلاف، ضغط الريجوليتر 200 بار محددين هو لك اعلى ضغط ممكن تاخده من ضبط الريجوليتر اللي هي 100 او 105 بار. فباش توصل لل 130 بار لازم تضيف وشر عادية او شو بنقولوا لها احنا بالعامية نقولوا رانديلا، لكن عندها سمك معين ما تفوتش 0.5، لان لو فاتت يعني 0.5 حترجع معاي من 110 ل 130 بار، حتعطيني 20 بار زياده. فهنا لو زادت معاك اكثر من الحد هذا حتطلع لك اكثر من اللازم، ويصير لك ان التامينه بتاعت الريجوليتر تنفجر. تو حناخذهم تعديلات بالترتيب من اقل لاعلى ضغط. حنعدل الوشر سبرينج تو على تعديل 90 بار اللي هي قلنا
طبعا جيبوا القلب متاع الريجوليتر، اول قطعتين اول ترتيب اللي هو اول مجموعة يكونوا زوز في الاتجاه الاول، بعدين في عندي المجموعة الثانية حتكون ثلاثة وشرات، ثلاثة حيكونوا في اتجاه العكس، هذا واحد اثنين ثلاثة، بعدين المجموعة الثانية حتكون معاي ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، المجموعة الثالثة حتكون ثلاثة، أيوة هذه واحد اثنين ثلاثة، وثالث عندك هذه المجموعة الثالثة، بعدين عندي اثنين حيكونوا في اتجاه عكس الأول، وبعدين عندي الوشر الأخير حيكون بالطريقة هذه. تو هنا نجمع الريجوليتر ونشوف الضغط اللي راح ناخدوه كم يوصل معي. نوصل الاسطوانة، نقول بسم الله، تمام. هنا كم اعطتني؟ اعطتني 90 تقريبا، 90 بار، بين 85 و 90، 90 بار، اللي هي زي ما قلت الاختلاف يكون معاك في عمر الوشر سبرينج. تمام، هذه المجموعة، هذه التعديلة الأولى. طب نغيره، ناخد المجموعة الثانية اللي هي حتكون اثنين ثلاثة، هذا نزوز، هذه هي الثالث واحدة، لا عكس، أيوه عندك ثلاثة، بعدين حيكون معاي المجموعات الثانية، كل مجموعة فيها اثنين 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 اثنين، لا حصل خطأ هنا، اللي هي قلنا اثنين ثلاثة ثلاثة، الباقي اثنينات، نعوده من الأول، اثنين هذه فيها ثلاثة، وهذه ثلاثة، المجموعة اللي بعدها ثلاثة، لا المجموعات الثانية اثنينات، مظبوط، اللي المفروض تعطيني من 90 إلى 100، أو من 95 إلى 100، أيوة اللي هي اثنين ثلاثة ثلاثة اثنين اثنين اثنين، هذا الترتيب متاعها. تمام، هذا اعطتني 90 بار بالضبط، الأول اعطت 85 إلى 90، هذه اعطتني 90، تمام. سكر الاسطوانة، انت
تو ناخذ التجميعه اللي بعدها اللي هي 2 3 2 2 2 2 1. ثم 2 الاولى تخلوهم، ناخذ 3 بعدين باقي اثنينات كل قطعتين في اتجاه. القطعة الأخيرة تركب بروحها في اتجاه غير. توا جمعوا المنظم وشوفوا الضغط اللي يعطيه لنا. تو هنا اعطاني 100 بار. تمام، تو حنشوف التعديل ما قبل الأخير اللي هي 2 2 2 2 2 2 2، يعني كل مجموعة فيها زوز بشر. تمام، هذه المجموعة الأولى، هذه الثانية، هذه الثالث مجموعة، هذه الرابعة، الخامسة، هذه السادسة، وهذه المجموعة السابعة اللي هي الأخيرة، كل 2 مع بعض. شوفوا كم نوصل، كم ناخذ منها ضغط. حتى هذه طلعت معاي 100 أو 105 بالضبط، طلعت فوق 100، بين 110، بين 100 و110، تعطيني حدود 105. طبعا هذه الضغوط اللي ناخذها بالترتيب الوشر سبرينج متاع المنظم، يعني هنا اعلى ضغط اعطاهولي الوشر سبرينج التعديل الداخلي او قوة ضغط الوشر سبرينج اللي هي 100 لـ105 110 ببعض الحالات. تمام، لو نبي نرفع الضغط اكثر من هيك، انا محتاج لي مثلا نقوله 120 125، عندي حاجة من اثنين، يا اما نضيف وشر سبرينج ثانية وحيكون عندي الفرق في الضغط قوي، او نضيف حاجة اللي هي وشر صغير يعني السمك متاعها يكون 2 حاجة بسيطة، يعني 2.5 0.5 اسف، حنضيفه 0.5 باش نشوفوا الفرق اللي بيطلع معاي، حنضيفه معاه بعدين 0.2، يعني حيكون معاي 0.7 سمك الوشر اللي منركبه اليوم البشرات على بعض، اضافيات على المنظم. طبعا هذه الفكره ماهيش اختراع من عندنا احنا، هذه شركه كوميتا تتعامل بنفس الفكره اللي هو هذا الوشر السمك بتاعه 2.5 يعني نص ملي. ركب الوشر ورد نجمع الريجوليتر ونشوف الضغط اللي ممكن ناخذوه. أو كم حيطلع معي الضغط أعلى حاجة. شوف كم طلع عندي 125، أعطاني 125 بار.
وهنا عندي في الساعة اللوطية الضغط حدود 170 حاجة من النوع يعني. هنا طلعت معاي 125 بار، اللي هي اللي ضفناها احنا القطعة الصغيرة اللي هي 0.5. خلينا نحط معاها واحدة تانية اللي هي 0.2 ونشوفوا الضغط المنظم لقداش بيرقى. هذه وشر تانية اللي هي قطر السمك متاعها 0.2، خلينا نحطها مع 0.5 كزيادة على الوشر الريجوليتر الأساسي ونشوفه كم يطلع معي. نفس الموضوع تتني 125. الزيادة كانت عندي حاجة بسيطة ما هيش مذكورة. تمام. طبعا زي ما قلت القراءات هذه اللي خديناها والترتيب اللي وصلنا اللي خديناه هذا ما هوش حاجة ثابتة ورسمية، يعني مش معنيت هذا لو انت شفت الفيديو ورتبت نفس الترتيب حتاخذ نفس الضغوط. هتلقى عندك في بعض الحالات بدل يعني المتعديل مثلا 80 اعطتني 85، وال90 اعطتني 90، تمام، ال110 اعطتني 105، وتعديلة ال100 اعطتني 100، صحيح كلام مظبوط، وال130 لما ضفت الوشر سبرينج واحدة اللي هي الوشر العادية ضفت لها واحدة اعطتني 125. فهنا طبعا هذه القراءات هذه مش مسجلة تو، هذه قديمة، تعتبر قديمة نوعا ما، وهذا الريجوليتر مستعمل وقديم، يعني لو كان الريجوليتر جديد حيعطيني نفس القراءات هذه، لكن بما ان الريجوليتر مستعمل وخادم لي فترة طويلة فحد الضغوط اللي حيعطيها لي القراءات اللي اعطاني قريبة من القراءات اللي واخذها، هذه تعتبر كمرجع، يعني هذه مسجلة عندي على جهاز الكمبيوتر نرجع لها في بعض التعديلات، سجلتها لورقة وعلى اساس اني نسجل لها الفيديو وعطتني الفروقات هذه. فهنا النصيحة ديما اللي بياخذ القراءات متاعه وبيعدل الريجوليتر يستعمل ساعة التست. طبعا هذه مصنعها تصنيع، هذه فرشة خلطة ما هيش جاية من شركة أو واتي أو حاجة من هالنوع، يقدر أي واحد يخدمها ويعدل بها الريجوليترات، يختار هو الضغط يعني بتاع الريجوليتر البندق بتاعه وبيشتغل بها يدير بها اي شيء، يعني في الاخير لما تعدل انت الريجوليتر هذا معدل عليه بينه على قراءات تاخذ فيها صحيحه، مش مجرد انك عدلت الوشر سبرينج وتعتقد ان الضغط يلي خديته هو الضغط الاساسي وانتهى الكلام، لا فيه فروقات لان عمر الوشر سبرينج بيفرق معك في الضغط، القراءات بتاعات الضغط عندك لما تكون ضغط 200 بار، طبعا في فيديو حنشرح فيه الخلل يلي يصير معاك في بعض الحالات، التنظيم يبدا سيء شويه يفتح معاك لما يقرب من ضغط المنظم، انت ما وصلتش لضغط المنظم لكن قريب تدخل على ضغط المنظم يتغير معاك التنظيم، هذا امر طبيعي، طبعا يفرق معاك من بندقه لبندقه من شركه لشركه، فكل شركه والسياسه متاعها وكل شركه والروتين متاعها. طبعا هذا الفيديو بشكل مختصر، مازال في عندنا فيديو او اثنين على الريجوليتر، واحد منهم بنديروه على الريجوليتر 300 بار والثاني حنديروه على الريجوليتر اللي هو الاصدار القديم 200 بار يلي الوشر سبرينج متاعها كروم وفيها حزة او فيها بروس، هذا كان تحصلنا عليه بنديره عليه حتى هو فيديو، وان شاء الله تكون الفيديو فيه معلومة يستفيد منها حد.